مستوى الله يخليك. خلينا نقرب لك الشركة، تعرفي مع الضرب إذا مقربة ومع شي ديال الإضرابات وهذا أنا خايف عليك أسي. ما كاينلاش يا جمال، نمشي قلت مع العادة على رجليا. تخاف شفنا شي حد ولا هذيك اللي هي تسقينا الخبار نولوا في شي مشكل. واش حنا هنا غنبقى نخافوا منها؟ أنت دابا راه مرتي على سنة الله ورسوله. أمت ولدي. الله يخليك أسي، خليني غنوصل. غير خلينا يا جمال نمشي على رجليا كيف ما هما الفين ما قادين على صدق. مو نقربك غير شوية. يلا واخا. بغيتك تعرف أن هاد العفشة اللي بيناتنا عمري ما نساها. علاش تقولي هاد الهضرة دابا؟ غير بغيتك تعرف وصافي. حتى أنا فكرت مزيان باش غادي نتفارق مع هنية نسمح في كل شيء. لا عندك ديرها، مستقبلك هو المهم. طيب وبديا كاين اللي خلاص كبيرة في هنية. سلوى سلوى طلق 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 بلاتي يا خويا تسناو عندك راسك عندك راسك عندك راسك تدخل تبارك الله عليك وعلى ما كنت كنطلع الله يحفظك اخويا الله يبارك فيك عباس تسلم يا صاحبي واه الناس كتسنى راه سمر ويلي على سمر يلا يلا سي هلام تتفرق ليا مع الكاميلا تتفرق مع الكاميلا عباد الله باش تسطيني تنتشهر واحبي شهر داركم بيني وبينك انتم صاحبين متخلفين الاستراتيجيه ديالهم راه هي غير كطحن الخضر واليابس وتاكل كل تفرق من الثقافه كل انتم ما فاهمين فيها والو هذاك الحار اخويا راه كون صاحبي كون المهم الموقف ديالي باين انا ضد التدخل الامريكي في العراق خويا اش غادي نقول لك الواقع على باين كل واحد عنده وجهه نظر تاش من وجهه نظر انتم مالكم ديري لي هنا برنامج وجه لي وجه عمر اخويا انا اشتري مسافر رحامك يلا ولا شتا شي عندنا جنب الفداء واحد بس تدخلك بلا ما عرفتش كدير انا ما عرفتش كدير علاش كتحك راسك علاش كتحك راسك راه ما شاريش لنا الفاطي باش غنمسحوك راه ولا كيتبان بحال السي باب شي راه غتجيب لي صاحب التمويل باش ما تخرج عليا مصيبك حلال هادي يلا سير 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 عامل لفعات الناس تاخذ العيالات وانا ناخذ لفعات والله وتسم الله والتالت يسمع الله باش كيسمع وما تبدو رزنتو يا على ما دخلت عليكم النار الرابعة أبو حماد ما كيعرف أسخن مالك اللي ما يدي سكار نخدمو الليل بناد ما يتهز الغيد يدوز هذوني تفدا ديك فنس دي الصبيطار بتاع تكيس غار خصها كوني هي تكيسنا يقول لازم تبيت تخسرني فلوسي غدار كلوني قريض وراش كيكاوي حتى انا وبو عسيلة وانت مالك غارقين لك البابر
هو ملي جلستي وتتخمم ياك لاباس. سيف صاحبي ما نخمم السيف، واش عباد الله ربعه ديال النماري جبتهم لوردر؟ خيل لا مشاش، وكلاب كلاب، كلب ينطع كلب على الكلاب الزوينين. ايوا صاحبي مني جيتي لوردر كراك فشان كيطوال معشي ولا مغدي؟ اسمي طوال ولا يخسر، وترى الورقه مشات ورا صبنتها المراه في القميجه، راه علاش كتلقاني دابا طالع عليا القرده في السطح؟ واش انت غتبقى تبع هذوك الكلاب تيخرجوا عليك غا هما يجريو وتتلمح هو هو هو؟ بالا صاحبي واش غنبتو هنا يا صاحبي؟ ناري انت مالك يا صاحبي مالك؟ تريح مع راسك وتبت، شتي تسنيتي؟ راه عرفتي علاش تسنيتي؟ حتى راه عندي لك المسكه. انا معاك انا معاك، يلا نده يلا تحرك. انا وقابلوني وتاكل الله يبغي تاكل، والله يطعمنا حلال. السلام عليكم. وعليكم السلام. ويا زين شي بولا حمرا الله يعفوك راه صايي تشق عليا. قول صاحبي قول محمد. وقابلوني انا الله يطعمنا حلال. واش قالت الحميمه؟ بغات تسطري. اسميها الحميمه الغبره سير كومون. كاين دابا بوله حمراء، كاين العود الابيض، كاين البريسيا. قالك اش غديري؟ لا 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 بغيت غير سطر غير سطر. لا لا سطر نعطيك جوج سطوره ولكن سير كومون. يا واخا بيع اخويا مع راسك، بيع على خاطرك، بيع الغبره، بيع بيع البريسي، بيع بوله حمراء، العود الابيض، بيع مع راسك. الله يحفظك اودي يا حميده اخويا، الله يطعمنا حلال. اش من حلال؟ واش تبر كتسمم في عقول الناس وتقول لي حلال؟ وانت مالك صاحبي كتعصب عليا وكترعد عليا؟ ترى المساله مساله تفاهم. اسيدي فرقني عليك، فرق على قهوتي، واش باغي تخرج عليا؟ وانت مالك صاحبي فاش غادي نخرج عليك صاحبي فاش؟ انا بنادم كيجي لعندي كنعطيه حبه كيتكالما. شتي دابا انا كيجي بنادم معصب، ما كاين لا خدمه، الزمان صعيب، الوقت واعره، غير يتفرقع. كيجي عندي كنعطيه جوان كيتكمى كيلبد. راه ما كاينش الفرق بينه وبين طبيب الفساني. أبو راه طبيب الفساني كيعطي المهدئات وانا كنعطي المسكنات. الفرق اللي بيناتنا هو انه هو مخرج من كليه الطب وانا مخرج من كليه الدرب. اسمع الدرب وفرقني عليك وعطيني اتساع، واش عيب بغيت تجيب لي البوليس القهوه؟ نعت مني ناري غنخسر معاك يا حميده غنخسر معاك. سير ولا قعد عطيني اتساع غنخسر. واش بغيت تجيب لي البوليس؟ حيد با الحاج الله يحبك، افرق عليك الاصدقاء وتعطيني اتساع. ياك وليدي يا حميده ياك وبلاتي الله يطعمنا حلال. سير بحال وحمي وحمي. نعم انت ما طيحتي لي الباق على القهوه. اشنو كتجيب عليا بزاره؟ نديه لي وحيد عليا الجوقه. جيب لي شنو نديه؟ باقي تصيفط لي الحبس وتخلي على بنادم. سير درك عليا كمالتك. سير سير انت بالحاج. جيب لي شنو باقي تصيفط لي الحبس؟ ما غنتسطى انا غنجي. بس يكفيك اهم الله. يلا اقسم لي يلا اقسم لي. والله العظيم الحاج ابو الضعف واننا دخلنا وصافي. اودي ما شاء الله عرفتي لا هذه الحومه قلبي دارني عليها. عرفتي الوليدات بلا خدمه والناس كتعذب وكتشوف ما كان شي كلوش. احنا باقيين داويين. دو معايا دو معايا معاك سي ندبر على خدمه. واخا علي علي سي وحيد. سلام بعد وسعد. عفوا بك عفوا بك عفوا بك. احنا باقيين داويين عليك ما شاء الله. والله العظيم الحاج إلا عينا من هاد الخدمة بالله ومن هاد الوجوه هاد. ترى الخدام كله مع ما تكونش عصابي ما تكونش عصابي. يا سيدي حمد اصبر يا سيدي حمد اصبر يا سيدي حمد. راه كاع الخدامي بحال بحال. لا 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 بحال هاد الخدمة هادي ما عندناش والله. إلا حتى كيتغداو الناس ويمشيو عاد كنرتاحوا لأن قبل بالحوحتي كتبغي تخرج. وعباس عباس العمل معلم. واش تهصمك ولا مالك؟ راه مع داراني رجلي ما سمعتكش. واش قرب رجلك لودنيك؟ حتى حاجة. وعلاش كتقول لي ما كنسمعش حتى رجلي داراني؟ واش بغيت تسطيني؟ اش عيب هاد الناس مخدمين معاهم واحد بعقل واحد مخرج كيقول رجلي ما كيسمعش. واش واش وقبيله جايب لي جنوي كيقول لي قتل الراجل باغي يصيفطني للحبس. انت زايده بالمسيح ديال الراس. سير جيب لنا اتاي. سير سير جيب اتاي يلا. ورطب الحمص الحريره ديال العشيه يلا. سير شيبه الحاج شيبه 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 يلا طيب. راه ما تبدل صاحبك عاد مكره. وقتلني قتلني راه كنا كبر معايا والله العظيم داك شحال يبحثوا. ها هو سيدي هذا بالشيبة. هذا بالشيفة. ها سير سير حي سير. الله يعاونك. روح لدار روح. اجي 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 اش كديري انت هنا؟
راجل الوالدة البارح جا سكران وصلخها وقال لي جرع لي أنا باش نمشي نجيب لي عاوتاني فلوس. عاوتاني؟ واش دابا دخلناك بالله الدرية اللي تخرج دابا في هاد الوقت اللي تبيع وتشري في الزناقة وتلاوط ما بين الفروج؟ واش هاد الناس هادو ما فهمتش أنايا؟ شوف لا حول ولا قوة. شوف أس نعاون معاك أسيدي. لا لا بلاش ما ت هاي 50 درهم ديال أمك ما توريهاش لراجل أمك وقول لي راه هادشي اللي جاب الله اليوم وسيري لمدراستك صافي؟ وهذاك راجل أمك خلينا غنتفاهم معاه. يلا سير نشوفك المدرسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعباس! وي نو كوبي با مونسيور. مونسيور سي بور فو. ألو وي لقيتوه؟ المهم راكم عارفين خدمتكم. يلا الله يعاون. ميرسي. الله. عباس اسد كلشي ما تبقاش تجمع ليا مع مالي الكارطة. انا غندوز للريستورو عند بشير. ها الله يعاونك. مزال خلاص حميد اصاحبي قفزينا كاع صاحبي. يلا ما كاينش كي داير شويه صحاح ما عزيز من هذا ندوز نشوف. مرحبا سي شي بخير. الله يبارك فيك. خاصك تكون ساعتين دابا راه درتك مع الحاج محمد وكدبر لك في سي بوست وراك خدام معنا بخير مع راسك ومرتاح زعما كتسمع راس قاصح. شي الحاج محمد على راسي وعينك صاحب الوالد شحال مره هو قال لي الا بغيت تخدم اجي تخدم ولكن انايا انا صافي نكون ليبر ديال راسي. دابا القهيوه عندي صامارش انا دابا ساليت وغادي للدار وبخير. ماشي ماشي المرانس هادو اللي خدامين هذا اوركسترا المرنسي خدامين عندنا في الفلوط. لا تيعجبوني غنمشي نتفرج فيهم. لا ما يخليوكش تدخل. علاش؟ ما يخليوكش تدخل بهاد الحالة هادي. لا ما مشيت لا ما يخليوكش تدخل. علاش؟ بهاد الحالة هادي ما يخليوكش تدخل. مالها الحالة هادي؟ لا غتخرج عليا. تا والله تنمشي. تخرج عليا خدمتي حميدة. حميدة كانت ما تخرج عليا حميدة. ونطين ضحكة كتبلع فيها شمس وفيها مر. ونطين ضحكة كتبلع فيها شمس وفيها مر. من انت علاش فيها راه عندنا فلوس لما نخلوش حميده صاحبي والله الا حشومه انك تخرج عليا خويا. لا فيها والو صاحبي غنمشيو نتفرجوا في المرانسه تيعجبوناش فيها. تعال انا نخرج لك تخرج عليا صاحبي. سير فيها والو صاحبي كبري بالمك عندي فلوسي غندخل ونخلص ونتفرج انا. شكون هذا؟ لا بغينا نتفرجوا في المرانسه كيعجبوني انا المرنسيين قلت زعما مع مقصرين ندخلوا نتفرجوا فيهم شويه نخلص قهوه ديالي. نخلص القهوه انا عندي في الفندق هذا والحمام هذا راه طيت 5 ايطوال ديال الناس شويه. سير سيدي شوف 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 على حال من هذا حالته هكا دايره وبغي يدخل انت للوطيل تشرب قهوه هما الحاله ديالي. سير سيدي في حالك سير شي قهوه اخرى ولا شي حاجه سير دور سير دور في شي جرده حيت لي هذا ماشي يدخلوه. شوف شوف انا ما غاديش انا كاع جالس هنا انا لا سي با بوسيبل. سير سيدي حيت لي هذا جرو 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 ما غاديش غنجلس ما كيشوفك عاد جرو جيب شي كراتو حيت لي هذا دير شي بلاصه جاي حلوحو. سير سيدي عقل عليا مزيان ديري هذا شي انت تجي عندي القهوه ديالي والله ما تدخل بالله ماشي تدخل والله ما تجلس حيت انا ما عنديش الباب عقل عليا مزيان. او سامو زيد قدامي. اسمع انت من اليوم اعتبر راسك كتبيع الفلفلات في قيصريه عندكم ما بقاتش عندك هنا الخدمه. والله ما عرفت منين دخل يا سيدي. منين تسالي يجي يا ابوي.
حميده. شكرا ام حليمه. يا شتي وكتقول في الدرب ام حليمه البرقاقه. ايوا كنا هنا كانوا غادي يفضيو معاك. تبرقيك تا هو تيعتق شي مرات. انا لحد الان والله ما بغا تدخل لي في دماغي شكون هذوك اللي خكاو لي البارح وتكرفصوا عليا. عرفتي الحاج راه كل ما جاب الله ديك المراه غوتات راه جبد الموس كان غيذبح لي. هادو غادي يكونوا برانيين على الحوم لان انت معروف تبارك الله ومحبوب هنايا ما كاينش اللي غادي يتزعطم عليك. راني انا بانوا لي الوجوه عمرني ما شفتهم عمرني ما عرفتهم. برانيين تراك واحد راسو طيب. اجاو شكون اللي جا؟ واقيلا غيسدوا لينا. انت شكون اللي غيسد لينا؟ واحد لابس كابوط ودير كرافات وهز واحد شكاره كلها عامره قفوله اللي لا يسدوا لينا. هادوم يكونوا اصحاب التمويل. كنقول لك ما باقيش تمسح شعرك بليدان. كنقول لك شحال مره ايوا انت كنقول لك شحال مره شري الفاطي. الحاج اسمح لي غادي نمشي نشوف. سير الغرض هو الاول. سير وسع خاطر قال سيدي احمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كي داير سيدي لاباس عليكم انتما بخير شويه. تبارك الله على الاستاذ احمد. استاذ الله يهدي انا ما عنديش حتى مستوى ديال المعلم وغنولي استاذ قاعده. لا عزيز عليك البلاغة. الله يبارك فيك. تفضل يا سيدي. بلاتي نقدم لك نفسي. انا استاذ مصطفى العياشي المحامي صديق حميم الوالد ديالك. عرفتي راه كنت غادي نموت انا. عرفتي جليا كانوا غادي يطيحوا بالخلعه. كنت كيحسب لي انت من دوك صحاب قمع الغش ولا صحاب التمويل. لا 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 بلاتي عباس وعباس عباس اجي شوف الاستاذ محمد اش بغى يشرب. اشرب اسيدي. ما تسقيش راسك. لا 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 صوبنا واحد البرا تاع تيكون مبرع يكون مشمشم. يلا صافي سير. قلت لك انا صديق حميم الوالد ديالك وكنت مقابل الاعمال ديالو والمشاريع ديالو. عجب انا الوالد عمره ما كانوا عنده شي مشاريع. المشروع الوحيد اللي كان عنده هو هاد القهوه اللي خلى ليا. لا انت دابا كتكلم لي على الوالد اللي مربيك السي السعيدي. اما انا كنحدك على باك الحقيقي السي الودغيري. السي الودغيري الوالد الحقيقي ديالي مات وانا ما عقلش. انا باقي الله عندي شي عام ونص كندير شي كسيده ما بين الدار البيضاء والرباط. هي هاد القضيه حنا راه كنعرفوها. ولكن دابا انا جاي كنقول لك باش تمشي تشوف الوالد ديالك الحقيقي السي الودغيري. فهمت ودي الله يهديك. اش من الوالد ديال الحقيقي ويكبر انت من داك الكليان ديال داك خينا بولا حمراء ولا سنتنرا ولا واقيلا انا اللي خاصني بولا حمراء. يمكن شي حميده اخرى كاين بزاف حميدات في هذا السوق هذا. انا الوالد ديالي مات. شوف انا غنثبت لك الحجج والدليل باللي انت ولد السي الودغيري حقيقي. عندي هنا حجج ومستندات فهمت كتبت على انك ولد السي الودغيري. وراه هذا الملف هذا راه ما لقيتو الا بالكشيفه. لا صافي انا غادي نسطع. انا غادي يخرج لي عقلي. انا عباس قلت له اخويا اتي في ذاك البراد راه مابقيت نقفل والو. ودي الله يهديك. انا قلت لك غادي نديك باش تشوف الوالد ديالك الحقيقي. اسيدي الله يهديك انت. واش انا كنقول لك بان الوالد ديالي مات هذه السنين وانت كتقول لي غتولي له؟ الله يهديك استاذ. وعندك شي حجه على هذا الشيء؟ معلومه كاينه امي الحاجه الله يمشيو عندها وتشد تقولها لك يا فمها. امي الحاجه مزيان. ايوا حتى دابا عرفتي اش غادي دير. يلا نمشيو عند امك الحاجه وهي راه غتقول لي كل شيء. نوض نجمع الوقت. يلا يا الاولى نمشيو عند امي الحاجه. يلا والمعلم امشيتو. ايوا هذا نعومي درك ولاش؟ ايه وليدي هادي 40 عام امك الله يرحمها كانت خدامه عند الحاج الودغيري. ايوا باك مراته لاله ليا. يا الحاج هاكا وليدي بسم الله. ايوا كان مزوج لاله هنيه بنت الحاج اسماعيل. كانت مرة لاباس عليها خلى لها بوها الملاكات. وملي مات باك هو اللي تكلف بجميع الاملاك ديالها. كانت ما كتولدش وهذا هو سبب الخصام بينها وبين باك. وجات امك خدمت عندو بغاها على سنة الله ورسوله وتزوج بها خزنا على مرتو. ايوا وليدي ملي ساقت الخبر للهنية تبعيني البيرو بغيت نهضر معاك. سمعيني مزيان راجلي دار واحد الغلط انا غادي نصلحه.
في 70,000 ريال. خذيه ديري بيه شي حاجه، ولدك انا غادي نتكلف به. صافي تفاهمنا؟ عندك فلوس ما عندي ما ندير بهم. جمال ما غلطش، حنا تزوجنا عن حب. كيفاش انتي كتهضري على الحب؟ انتي خاطفه لي راجلي ومازال كتهضري على الحب. ايوا لاله، حتى هاد الفلوس ما غاديش تاخديهم، وولدك غادي نحربك منه وهو غادي ندخلو الحبس. يلا برا. ايوا مسكينه هي خافت عليك وعلى باك، وجات هنا هربت بك عندك. راك مسكينه المرضى انت. نالي الشيطان الحجة. ملي مشيتو ما كنت عطيتو اخبار الحاج كان غادي يحمق. عينا ما نقلبوا عليكم، ما خلينا لكم مساريات ولا سبيطارات، حتى المدن مشينا كنقلبوا عليكم فيها. ملي يفقد الامل في العثور عليكم ارجع لحياته الطبيعيه. ملي توفات المرحومه لاله هنيه اصبح الحاج هو الوريد الشرعي ديالها، كبر المصنع ديال السانيتير اللي كان عنده ولا من اكبر رجال الاعمال، ولكن عمر خاطره مهنت عليكم. دائما مسكين كان مره تنجلسوا هكذا كيدوي عليكم بواحد الاسف وبواحد الحسره ما تصورش، رغم وجود سميره اللي كانت عنده. وشكون هاد سميره؟ بنت عمك، رباها هي وعلي ولد اخت المرحومه. وهاد اليامات صحتو قللت وكلفني باش عاد نقلب عليكم تاني من جديد. قلبت حتى عييت، واخيرا اخيرا لقيتك انت. على الاقل لقيتك انت باش نحقق ليه ولو جزء من الامنيات اللي عنده. كيغسي شربي الدواء الله يخليك. فاك عليا مدويت، حسيت باجلي قرب. ما تقوليش هادشي يا اختي. اسمع لي يا بنت خالتي، حميدة ولدي امانة في رقبتك. تبرق يدي وبغيتك توعديني باش با ما عرف مورو عرفة فين كاين، باش ما تأديش مرات بواه. سامحني يا وليدي سامحني، غسلت عليك هاد السر. دابا فين كاين هو؟ ودابا في الكلينيك بين الحياة والموت. راه كيخصك تبطر. واخا شو نشوف الحاجة. خلينا لك الراحة هاد الساعة. سلام يا وليدي، جيك الخير. يلا ولدي. سلام. تفضل السي احمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. سميرة بنت عمك. متشرفين. السي علي ولد اخت المرحومة مرات الوليد. متشرفين. وهذا هو السي احمد اللي دويت لكم عليه في التليفون، ورانا ما لقيتو غير ب60 كشيفة. انظر قول لي كيبقى الحاج. ما عرفتش اش غادي نقول لك. المهم الطبيبة غادي تخرج تقول لك كل شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أمر لالا. والحالة ديالو مستقرة شوية ولكن الأمل ضعيف. الله يخليك، واش يمكننا نشوفوه؟ راه أونيتمون جو بريفير با لا. لأن هاد السيد راه ولده وعمرو ما شافو. ما تعرفي لالا، يمكن إلا طلقت العين مع العين وشافو يمكن يجيب الله الفرج. وصافي مي با لونتون عافاك. واخا لالا. يلا زيد خل نشوف الوليد. نعم. ونخليك مع الوليد.
مالو؟ ما بقاش كيتحرك. فينكم؟ كان سرتيرتو الموت فيت. خرجوا الله يخليكم. خرجوا الله يخليكم. أبارتي مو الإلكتروشوك. Je suis vraiment désolée. On a fait tout ce qu'on a pu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je peux vous voir une minute? السلام عليكم. البركة في راسك. نمشي معكم أستاذ. نجيب عباب وعميد الشرطة وزينب العميري مفتشة الشرطة الفضائية. البركة في راسك. نمشي معكم أستاذ. أحمد الموت ديال الوالد ديالك ما نظنش واش طبيعية، عندي فيها واحد الشك كبير، وخصوصا ملي جاني التقرير ديال الدكتورة. Le poison qu'on a trouvé dans le sang de votre père, on n'a pas pu l'identifier. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à la police. ولا سمحتي لنا سي أحمد، غادي نقوموا بالتشريح ديال الجثة ونفتحوا ملف هذه القضية. هادشي بزاف علينا، راه ما فاهم والو. انا عاد دخلت هادشي ما فاهم حتى شي حاجه. هو السي مصطفى، اش السي مصطفى قال لك الوالد؟ واقيلا شي حد قتلو ولا ما نعرف. هادشي فيه شكوك، انا ما فهمت والو. ما نظنش شي، لان على ما كنعرف انا بلي الحاج ما كانوش عنده شي اعداء، كيفاش غادي يتسمم؟ والمهم على اين هلاكارت ديالي، حاول تصل بيا ان شاء الله. المهم اسيدي نتوما ديروا شغلكم، وحنا غادي نديروا شغلنا حتى حنا من جهتنا ونشوفوا شنو كاين. يلا يلا نكملوا الاجراءات. شباب اهلا كبير، هذا من حباب ولد عمي مصطفى. لا سميره، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سعيد لاباس. اهلا وسهلا. اهلا سعيد سي مصطفى، لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ يا الله. ايوا سي حميده، ايوا حنت، مرحبا بك في داركم مع اهلك وناسك. سي علي هو اللي تكلف بالمعمل من بعد مرض المرحوم. الله يجازيه بخير. ما شفتو نهار مات الوالده شنو دار مسكينو في الدفين ديالو، كان غير يستحق، كان غير حماق. الله يجازيك بخير. قول لي سي حميده، نعم سي، شنو كنتي كتعمل من قبل؟ كنت قواجي. قواجي؟ أوه، اكبر قواجي في البلاد انا يا مؤكرين. شنو القوا ديالي انايا؟ كلشي كتسطع الماكله اللي عندي، والله العظيم. هو بو مصطفى يقول لك
ما كاينش اللي كيموت على الكرعين ديالي. فاتوا الكرعين ديال بو البشير ولا الحوت ديال البهجه، كلشي تيموت. شي الحريره ديالي انا، الحريره والله العظيم الا السيس قليت خصم عمرته على قبل الحريره ديالي، كيموت على الحريره ديالي. كاين شي كيشرب عندي جوج زليف عاد كيمشي للدار. حكم منصوب انا بجلوف ديالها الحمص كنلوحو بجلوف، الوحيد اللي كندير هاد القضيه راك تقتيها. معلوم معلوم سميره. ايوا ما نحتاجش نوصيك على ولد عمك، ترى الله كون هاني على ماشي ولد عمي ونعزتو في معزة المرحوم الله يرحمه وغنديرو في عويناتي. ايوا انت انت في أمينة. مرحبا بك في داركم. ايوا المهم انا غادي نخليكم، عندي شي شغل خصني نقطيها. والله انكم هاد الساعه لسه شمعنا مصطفى. لا لا ما نصيب شيء، خليك معنا على انت ما ساكنش معنا. لا لا انا ما ساكنش هنا، عندي داري ومراتي ولادي. الله ينكم هاد الساعه كون اسكنتي معنا غادي نبقى هنا. انا نمشي نوصلو حيت هو ما يتلف في الطريقه. انا جاي. لا توصلك لا لا ما غاتمشي وتخليني بوحدي في الدار. خلاص اسي حميد الله يهديك، انت دابا راك في داركم وفي محلك، مالك مناش خايف؟ ابدا واحد باقي ما مولفش وبغيت تمشي عند الحاجه. خلاص بركه بالبهلان، مالك غدا ان شاء الله غادي نمشيو نصوبوا الوثائق الرسميه ونصوبوا الوراق وما يكون غير الخير. ايوا دخل دابا لداركم. ابدا واحد باقي ما مولفش وبغيت. خلاص اسي حميد الله يهديك، انت دابا راك في داركم. زعما ما نباتوش عند الحاجه ونخليوه حتى للغدا، حتى للغدا ويصبح بكري. سي مصطفى سي مصطفى ونعيمي وسعد بلادك مش بحسن فات منهم كم. واشرب واشرب واش انا عندي سهره ديال السبت هنا نتوما داير لي التكريم هنا. واش ابراهيم واه نعم اش اخويا بغيتي واه من كامله داك نغاوي اختاج بنيت وزكيب واه ما نزاد وما تنفخش عليا زعما راه ما هو الباترون ديال هاد المحل مشات هي محميده. ايوا واه واه سبحان الله الخيل مشات وبقات حتى راس النقص مني مشات الخيل خرص عابر رادك حتى. يا والله حميده خلى بلاصتو قداش كان من الطبقات السفلى واصبح من الطبقات العليا. عندك الحق كاينه اش من عنده الحق بلا حشيه الهضره المتقاف والقاري خلص من رادك عاد تقرا. وسمع سيدي من اليوم انا هو الباترون في هذا المحل راه كتاب ليا القهوه وزاد ام العدول. للأسف عمري ما عرفته، هو في آخر دار أغلب في حياته وهي ماتت وأنا عندي 3 سنين كان عندها السرطان الله يرحمها. ما طلعش ترتاح؟ لا بس لا والو بس كلشي غادي داه الحمد لله وما كاين بس. كيفاش كلشي غادي داه زعما ما فراسك ميتعاود ما فاهمه والو فراسي ميتعاود ايوا لا الخدمه ديالي والجهد والتعب ديالي كله غادي يضيع وحتى انت معاهم حتى انا مالي انا لا والو
غير وكان من يدخل وانت هزه به السماء. شوف ولد عميه ولد عمي بركا ولد عمي خصك ولد عمي مبقرك تعملي له حمال وتحملي. ما تنساش بان هذاك راه ولد عمي وفضلوا علينا بزوج وزيدوا الغيره ما عندناش. والثروه حقه هو الوالد الشرعي وحنا نضيعو. علاش نضيعو؟ كلشي مازال بحال ديالنا. بحال ديالنا انت قلتيها. انا كنت باغي كلشي يكون ديالنا ولا شي بحال ديالنا، الفيلا والمصنع والفيرما، ولا انت تبغي يجي ميخي من الخلا ويدي كلشي. ما تنساش بلي هذاك اللي كتقول عليه ميخي راه هو ولد مولشي. مولشي وفين كان؟ فين كان بالسلامه؟ ملي انا كنت كنبني في هذا المعمل طوبه بطوبه وكنت كنهز الصناغ على ظهري، فين كان؟ ملي كنت كنسهر الليالي خدام دوسي ورا دوسي حتى ظهري عواج عليهم، ها؟ ولا انت تبغي واحد يخدم ويدير يدي ويتكرفص وواحد يديها بارده؟ انا بيلي بين اعصاب كيات، من الاحسن تمشي ترتاح ومن بعد نهضروا في هذا الموضوع. ويا عباد الله لا تمشي ترتاح، واش انا كنقول لك كل شيء ضح حتى من زواجنا غادي يضيع وكتقولي لي ارتاح؟ شنو جاب زواجنا لهذا الموضوع؟ يا ولا لا الا تزوجنا راه ما غادي نشلقوا ما ناكلوا خدمتنا الا بقينا فيها. انا كيبان لي بانك وليتي متشائم بزاف اكثر من القياس. راه انا اللي كيبان لي بلي انتيا باقى على نيتك، ما كتعرفيش هاد النوع كيفاش داير. هاد النوع اللي كيجي من التحت انا اللي كنعرفو، كيتمسكن حتى كيتمكن وديك الساعه يعمل بينا اللي بغى. شنو بغيتي تقصد؟ قصدي هو ملي عرفتو غادي يجي لهاد الدار بديت كنفكر كيفاش ناخذ حقنا. حقنا جزء صغير من الارباح ديال المعمل اللي تبنى على كتافي. وزيدون وزيدون يا سميرة، انا علاش كنعمل هادشي ياك غير على قبلك وعلى قبل زواجنا؟ المهم الا كان هادشي ماضي شي دار الحميده فانا مستعده نقول لك. اكدني فيك، هادي هي سميرة اللي كنعرف. ودابا غنشرح لك اللعبه. يا خويا جيت قال هاد النكت ما عرفتش منين كتجي. مازال مازال عاود لك شي نكت بغيتي دور. لا لا سميرة جات صافي فهمتو. صافي هو اللي بغيت نقول لك سي حميده. نعم كتعرف باللي انا اللي كنسير المصنع، يعني المدير ديالو، والحمد لله من نهار وليت على راس الاداره ديال المصنع فين ما كندخل شي صفقه الا المصنع كيحقق ارباح كثيره. لا تبارك الله عليك. لا انا السي مصطفى قالها لي، قال لي عاود لي عليك تبارك الله انت فهادشي ديال البزنس ما كاينش. بغيت زعما في البيع والشراء مجهد اصاحبي بحال انا دابا في البيع والشراء. دابا ما عرفتش انا كنجيب الدجاج بثمن وكنبيعو لعباد الله بثمن كنبيعو ديطاي مع الحرير. ما عاود ليكش ما عاود ليكش تبارك الله عليك. لا عفريت عفريت غير انا هو بنت عمي والله العظيم انا راه فرحانه. والله العظيم انت هذا الراجل راه عظيم. هذا انت والله الا اخ ممكن بوسك. بغيت نبوسك بغيت نبوسك والله الا بغيت بغيت نبوسك لانه عظيم. انا حس براسي مع فاميلتي ومع احبابي اللي كنت محروم منهم. انا فرحانه اني نكون وسط منكم. انا مادا بيا الا جات على خاطركم انكم يعني تعلموني تعلموني نخدم تعلموني يعني كاع القوالب ديال زعما بغيت نقول لك تحرميات تحرميات حيت هذه الهضره ديالنا ديال الدرب خسرات لينا الهضره ولينا كنهضروا بحال هكا. بغيت نقول زعما تعلموني ديك التحرميات ودوك المناول ديال زعما كيفاش الواحد يقدر يبزنس مزيان في البيع والشراء باش نعرف كيفاش نسير المعمل ونعرف كيفاش انا نخدم باش نعاونكم. يد واحده ما كتصفقش. انا اللي قلنا نعم. لا اللي بغيت نقول لك هو ما كاين حتى شي مشكل. هو غادي يطلب لينا وقت طويل وحنايا مقبلين على واحد الصفقه نقدروا نربحوا من وراها الذهب. تقنعك بالله والله دابا ديت بزنيس هذه. الا كتب الله نقدروا نربحوا بزاف اسيدي. بالي الله يعاونك ضرب ما كاين مشكل. شنو هو المشكل في هذا الشيء؟ انا ما بغيت نعرف شنو هي هذه الصفقه. هو صفقه هذه صفقه مع واحد الشركه اسبانيه بغات لك يدي السوق ديالها مواد اوليه وهاد المواد مهمه للشركه ديالنا ونقدروا نشريوها بطراب الفلوس. مزيان واش كتسنى تطحن بالي؟ هي غير هو ما نكذبش عليك السي حميده، انا تعودت من حياه المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه ضيقات القبور يا ربي يا امين، تعودت انني ما ندخل في شي عمليه حتى يكون عندي توكيل عام باش يكون عندي فضاء اوسع للتحرك في العمليه. توكيل عام
يعني خصني انا نمسني لك التوكيل باش يعني تقدر حتى انا الوارث الشرعي. فهمت هذه القضيه هذه حتى السي مصطفى قال لي قال لي راه دابا انا اللي خصني نسني وداك الشيء انا 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 خصني باش تخرجوا الفلوس. وشحال ديال الفلوس كطلب هذه العمليه؟ على كل حال جميع البيانات غادي تكون عندك ان شاء الله غدا. صافي انا معك انا غدا ان شاء الله غادي نمشي للتلوزين نشوفو ونشوف الناس كيفاش دايرين. نعرف انا ما عارفش اش كاعش عندي انا نمشي نشوف وتوريني البيانات ونتوكلوا على الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. شرب ليمون. شربوا الليمون. انت تشرب الليمون؟ شرب الليمون. عطيه تشرب الليمون. تفضلي خذي الليمون. تعال شرب الليمون. الحجر والله لي داك التخويط ديالك راه ما موكلتش معاه لا انت ولا الحاج يونس. وشدوا معنا شي شويه الله يخليكم. على كل حال غدا غنعاود نعيط عليك. شنو هو الخلاصه في السياره تبع درستيهم؟ معلوم درستهم. هذا هو توكيل ياسين لي حميده وهذاك وهذا هو المبلغ اللي تفاهمنا عليه ياك. ما المبلغ؟ كيفاش ما المبلغ؟ انت عارف بان المبلغ كبير وكيفوق امكانيات المصنع وفوق هادشي كله حنا اتفقنا غير على الارباح. غيرت رايي. كيفاش بدلتي رايك؟ بان لي بلي حميده ساهل بضعه كامبو فوق هادشي تيق فينا. قلت علاش لي ما نضاعفش المبلغ؟ انت عارف مزيان بان حميده ما يمكنلوش يدفع لك هذا المبلغ واخا يسحب الرصيد ديالو كله. انا ما عندي ما ندير بالرصيد ديال حميده. يكفيني الثقه ديال الابناك في المصنع لان المصنع هاز راسو بقيمته. اي بنكه تمنى انها تسلفه. وهي لا القبل باغي لنا السيزي. وغنخليه يدخل للسيزي. ما فهمتش. نشرح لك سميره. حنا اش بغينا هاد السي حميده؟ باش تسنينا التوكيل. التوكيل اش بغيناه؟ باش ناخذوا الفلوس اللي بغينا من البنكه بالضمان ديال المصنع. والفلوس اللي غناخذوا غتبقى عندنا حيت اصلا ما كايناش السلعه والشركه الاسبانيه ما كايناش. ومنين الابناك غادي تنوض كطالب المصنع باش يسدد الديون اللي عليه ما غيلقى والو. المصنع غيدخلوا للسيزي فهاد اللحظه حنا غندخلوا ونشريوه ويولي ديالنا. حميده؟ مال حميده؟ مال حميده؟ فين عمر حميده كان كيحلم بشي ثروه بحال هادي؟ فين؟ بليزير مني غادي نخلي ليه الفيرما والفيلا. وزيدون لا هادشي اللي كندير على لاله سميره على قبل مني ولا على قبل لا قبلك انت. بغيت نعيشك شي عيشه عيشه ديال الناس. سميره الله يخليك فهميني وحاولي تساعديني. ساعدك؟ انت اللي خاصك تساعدني. عمر ما كان كيصحابني منك مطور حتى لهاد الدرجه. قبوله منك الحبيب. Moi je vous laisse ici, bonne continuation et bonne journée. Merci, merci. عجيب الدليك هذا الفرنساوي مزيان تبارك الله. خدم عندنا مزيان تبارك الله. جميع العمال والموظفين لهنا ما تلقاش معهم مشكل. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وهذا الشيء كله ديالي انا هذا الشيء. كل شيء هذا الشيء السي حميده ورثتيه. تبارك الله. ومازال ما شفتيش حتى الفيرما. عندي فيرما. لا على بعد 40 كيلومتر على كازا. صافي نمشيو لغدا. انما هو كاين واحد المساله السي حميده. عندي شي بيانات بغيتك تطلع عليهم الا سمحتي تمشي معايا للمكتب. ممكن شي زعما هاد البيانات نخليهم بعد انا فيا الجوع بغيت ناكل انايا. تاكل؟ لابد من الماكله. علاش ما نشوفوش البيانات وديك الساعه نديك الافخم ريستورون تاكل فيها. تديني عند بون معطي مول الحوت. شكون؟ بون معطي مول الحوت. عندوش الحوت واعر والله العظيم يلاه معاك غادي نشوف والله العظيم الا شي حوت عندوش غنعاودو. سي حميده جميع البيانات وجدتها لك كينقصها غير الامضاء الكريم ديالك على التوكي. اسمح لي انا نسيني هنايا. ايه تما غادي تصح. دابا علاش ما ديرش واحد القضيه توكلوا على الله بلا توكيل كاع وتصوبوها وتشريو السلعه.
ميمكنش حيت هاد الصفقه هادي خصها فلوس كثار. فلوس كثار وعلى كيفاش كنتو كديروا في الاول؟ كنتو كتاخذوا على ما عندكوش راس المال؟ ميمكنش لان هاد الصفقه هادي كتطلب فلوس كثر من الفلوس اللي عندنا في راس المال، وصفقه مهمه وتقدر تساعدنا في السطوك ديالنا، وداك السطوك حتى هو نقدروا نبيعوا ونشريو فيه. واش ما درتوش واحد القضيه؟ شريو على حسب الامكانيات ديالكم وهنيو راسكم، علاش غتشريو بزاف؟ شريو داكشي على قد راس المال. راني قلت لك ما يمكنش، وراني شرحت لك وما فيها ما نعاود نشرح لك علاش عاوتاني. ودابا حتى انا بان لي الفلوس كثار بزاف. لا ما كثارش، ما كثار والو. هنشوف، هما كانوا طالبين 4 المليار ونص، انا دخلت خليتها غير 4 المليار، صافي صافي صافي. سنتيم؟ لا ديال الدرهم. صافي صافي صافي. تعجبني بزاف، ومنين غنجيبوا هاد 4 المليار ديال الدرهم؟ بزاف راه كثير. راه ماشي انت اللي غادي تجيب لينا الفلوس. الفلوس عطا الله منين يجيو غير سيني. كاين اللي عطينا الفلوس؟ عطينا لا، ولكن يسلفوهم لينا. زعما غادي يكريدونا ويقيدوا عنا في الكارني. البنكه هي اللي غتسلفنا. البنكه؟ وقولوا عليا، قول لي بان البنكه غتسلفنا باش انا شي نهار ذكي. دابا البنكه غتسلفنا الفلوس، دابا هذه الوكاله غنسنيها انا باش نعطيكم توكيل ان البنكه تسلفنا وتعطينا الفلوس باش نشريو السلعه. تماما. راه ذكي انا، خصني نفهم دابا سنينا. غير هو واحد القضيه، حيت دابا البنكه ملي غادي تقول لها هذا تقول لك الضمانه، حيت انا كنعرف داك ودخلتي كبغا يشري لا سمحتو الخو واحد الموطور، وقالوا لي خصك ترهن ولدك. يرهن الكيوسك ديال ولده باش يقدروا يعطوه. حنا ما اش غنرهنوا حنا؟ مصنع. غنرهنوا المصنع. دابا فهم، دابا حنا غنرهنوا لهم المصنع هما غيعطونا الفلوس. هذا سنين يعني. ولكن مثلا حنايا ما قدرناش نردوا الفلوس للبنكه، اش غيوقع للمصنع؟ ما حنا على فالك ولد عمي. انا قلت مثلا يمكن توقع شي حاجه، غير بغيت نعرف اشو غيوقع. مثلا ما يمكنش، حيت ما يمكنش انا ندخل لشي صفقه بحال هذه وتخسر، وثانيا حتى كاع الا كانت غتكون خساره، النسبه كاع في المية شحال ديال الخساره؟ 0.01%. ولا ديك 0.01% هي اللي كتخلعني انا. دابا شوف، انا كنعرف دابا ولاد الدرب عندنا تما كيلعبوا لك شي القمر، وكيلعبوا لك شي ديال اللي كيتبعوا الخيل والكلاب. كتلقى الكلب غادي كيجري، هو كيجري موراه، انا مزوق فيك اخويا جري جري جري، وفي الاخر كتكون عنده نسبه الربح ديالو 0.01%، وكيجيبوا لورد. تصورت حنايا هذيك 0.0 ديال الخسران نجيبوها في لورد، ها باش كي غنديروا مع المصنع اش غنقولوا لهم؟ اش غيوقع ليه؟ غادي يدخلوا للسيزي. دخلوا للسيزي؟ انا قضيت السيزي هي اللي كتخلع لي. انا كنت غادي ندخل واحد خاصو يفكر شويه. انا تيبان لي الواحد يصبر، تأني واحد يفكر، وانا ان شاء الله باش ما كان غادي نفكر مزيان وغادي نشوف هذه القضيه كي غنديروا لها باش المهم نكونوا هانين ان شاء الله يكون خير. الواحد يفكر، تأني ان شاء الله. يا ودي السي احمد الله يهديك، ما كان حتى شي ازعاج. رانا زعما في عود الوالد ديالك الله يرحمه، فاش ما بغيتي شي استشاره هنا موجود. علي مالو؟ علي راجل مزيان وخبير في شؤون الاداره والاعمال، هادشي ما في شك، ولكن بيني وبينك انا رانا ما كنتيقش فيه. ايوا عرفتي اش غادي دير؟ ارد البال من جهتك وانا غادي ندير البحث والتحليات ديالي في الشركه ونقول لك اللي كاين. اتفقنا؟ والله اني كتساعد. سي حميدة، كنظن باللي راك فكرتي بما فيه الكفاية. ها هما جميع البيانات اللي طلبتي ليا، ناقصهم غير توقيع الكريم ديالك على الوكالة. دابا وقعنا تما. بسم الله. نمضي هنا. دابا هادي الوكالة اللي غادي منها غتخرجوا الفلوس وداكشي. انا بصراحة باقي ما فكرتش مزيان. انا قلت من الاحسن انني نفكر شوية بزاف. في هاد الحالة انا
انا خايف لهاد العمليه تطير من بين يدينا. راه ديك انت راه المكتب مكتب تخيط حتى حاجه ما تطير. الا مكتب هاد العمليه راه غادي تجي حتى عندك. الا ما مكتبش ما غاتجيش. انا كيبان لي ولد عمي خاصك في الحقيقه تسني، لان المصنع كله كيتسنى غير الموافقه ديالك. كيفاش هو المصنع كيتسنى الموافقه؟ المصنع محتاج لهاد المواد الاوليه، وحنا الاحتياط اللي عندنا قرب يسالي. اولا ما عندكش ثقه بنت عمك؟ حاجه حاشا، انا كنثق بنت عمي. انا بنت عمي تطلب ليا عويناتي نعطيهم، تطلب ليا قلبي نعطيه لك، ولكن اللي راه مسؤوليه وهذه امانه. وثانيا انا لا مشيت حتى سنيت غادي نقدر نحكم على المصنع بالفشل ونخرج العمال والزنقه يتشردوا. انا ما تهمنيش راسي، انا راه عندي قهوه، ولكن الناس نضيعهم. بصراحه سي حميده، انا راني عييت من تسنى. فالله يخليك الله يخليك، ما تطلعنيش صغير قدام الكليين. الله يهديك، هذا راه البيع والشراء هذا. واه واش واحد راه الزربه خايبه صاحبي؟ انا واحد الخطره زربت، راه كنت غنخرج على راسي، كانت غتمشي ليا 25000 ريال. تصور غادي نخسر 25000 ريال وهكاك كل ما خممتش. كنت سيدي غادي نمشي نشري جوج صنادق ديال الشرم وربعه الدجاجات باش ندير الشرم مع الدجاج. قلت اهدا، جلست واحد الساعتين تنفكر غنفكر. قلت لا، غنمشي صندوق ديال الشرم جوج دجاجات والكرعين باش الناس يلقوا وتشوف لك الاقبال. كياخذ الكرعين الشرم الدجاج، الناس كلشي كنت غنضيع في والو 25000 ريال. ماشي با بوسيبل، واش انا كنهضر على اون افير ديال 4 مليار وهو كيهضر لي على 25000 ريال وعلى الحوت؟ لا ماشي الحوت، الشرم. وثانيا انا انت قلتيها ربعه المراير عباد الله، واش بغيتيني انا نمضي على قرار ديال ربعه المراير؟ واش بغيتيني نخرج على ربعه المراير وانا ما عمري ما حسبت 100000 ريال مقوده بشويه؟ انا كيدار ليا واخا تبقى تفكر حتى عام ما عمرك ما تفهم شي حاجه. تو سامبلومون لحقاش ما كتفهم والو في السوق. ها انت قلتيها، سمعي يا بنت عمي، ما كنفهم والو في السوق. خصني الوقت، خصني نفكر شويه باش نصدق ديال شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. وثانيا خصني نعرف هذيك الشركه اللي غنتعاملوا معها كيدايره. داكشي علاش انا شفت مع شي ناس اللي غادي يبحثوا ويقلبوا شنو ديك الشركه، واش داك السطوك اللي غتبيع لينا ديك المواد الاوليه هو الصالح ولا ماشي صالح، ولا عطاونا شي حاجه ما صالحه. انا شحال من خطره كيعطوني شي حوايج اللي ماشي صالحه وكنزق بها الناس بعد غادي الحبس. لا خص الواحد يفكر مزيان. وعلى اي انا عييت وغادي نمشي نطلع نرتاح. تصبحوا على خير. اتي راه واعر كيدير القبل في الراس. خش تهبوا مزيان. هاد خينا هذا كيبان لي ماشي ساهل، خصنا نبدلو مع الخطه. انت كاع على قد عقلو. انا ما همنيش هو، اكيد كاين شي واحد اللي كيحركو وكيستشر معاه، هو اللي كيولي الطريق. الحق انا قاد بهم. اسمعي، ما كاينش اللي غادي يقدر يخلي يسني قدك انتي. انا لاحظتو من نهار دخل الفيلا ما نزلش عينيه عليك. علاش حتى انتي ما تقربيش ليه؟ تلعبي عليه دورة الحب، متلي عليه، دير راسك كتبغيه، خرجيه، ساريه، خليه يولي بحال الخدم صبعك. وديك الساعة غيسينا لينا الليلة يطري لي. انت اللي كتقول هاد الهضرة؟ الله يهديك الله يهديك يا سميرة. لا هاد الهضرة قولك متلي عليه باش ناخدو داكشي اللي بغينا ونقضيو غرضنا. اش قلتي؟ اوكي. انا ضروري بغيت ندير لك واحد المفاجاه من داك التراس العالي، والحق غتوعديني انك ما تهزي عينك لفوق السما حتى نقولها لك.
متفقين؟ ما تشوفش واحد جوج ثلاثة ما شوف شتي؟ واو حميدة صاحبي ميكانيسيان ميرسي الله يبارك فيك أنا عندك واحد المفاجأة خناك الله غمضتنا عيني ما بلاش عاتم شاسي ديالي حنا لندن كيفاش؟ غتسافر للانجليز واه تحرقيني اش غندير انا في الانجليز؟ غتمشي باش تشوف لي زافير اللي عندك تما هو انا عندي لي زافير انايا في الانجليز والله الا زوينه نيت انا نيت باغي نمشي للخارج نشوف هاد الخارج اللي كيموتوا عليه عباد الله وكيحرقوا واللي كيمشي يغرق في البحر نمشي نشوفو كيدير والزعما غيكون احسن من بلادنا انا غدا غادي نمشي عند واحد صاحبي عندو بازارات غندبر على الدوفيز شنو ندير بالدوفيز؟ وباش غنصرف تما راكو كيديروا عباد الله اللي كيبغوا يمشيو للخارج كدبروا على الدوفيز من تحتها يا سيدي راه عندك تما كونت ديالك انا عندي كونت اها وانت حليتو كونت ديال الوليد ديالك الله يرحمه ناري با كان كيهرب الفلوس لا مكانش كيهرب هذاك الكونت كنحلو تما بالنسبه للمعاملات ديالو كان كيحتاجون فليزا والله العظيم إنها مفاجاه زوينه هذه انا فرحان غادي غادي نمشي نمشي لهم يا دوك يا دوك اش كديري هنا واش تيما كداتكش المدينه وليتي كدوري في البحر تاهو راجل الوليد عاوتاني رجع لعادته القديمه عاوتاني رجع لعادته القديمه وخرج الزنقه تبيعي شوف هذا راه راجل ما تيخرج هذه دابا دخلت والله ديك الزنقه شوف حالتها كي دايره يا قلت لك سيري للمدرسه كنقولها لكم ما كنقولهاش لك كي جيت حميده فركس صبرتي على راسك شفتي 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 هذه راه بنت عمي بنت عمك شفتي صافي ما بقيتش تزيدي معايا الهضره قلبك يلاه هاك هاي 100 درهم سير غادي تديها لامك وجمع عليا هادشي وسير للمدرسه يمكن اختي نهضر معاك كيفاش انت تهضري معاها عندك تقولي لها شي هضره اون طاب فان جبحت غادي نقول لك واحد الكلمه الا كنتي ناويه على نكون مع حميده راه هو ولد الناس ولكن الا كنتي باغا تلعب بيبي وداك الشيء راني مريزيرف عليا منين كبر الو وعليكم السلام ورحمه الله سي احمد اهلا سي مصطفى لاباس خلي كاع داكشي اللي في يدك واجي خلط عليا في اقصى ما يمكن من السرعه دابا ياك ما كاين باس عندي لك شي اخبار على الشركه مهمه وبزاف ايه هي ايوا سير بيطلق راسك خلاص دابا ربع ساعه كاع نكون عندك ونتلاقاو في القهوه المعلومه يا ودي فين ما بغيتي غير زميله جني بسرعه واخ تبارك الله عليك يلا طلق راسك حتى شي حاجه حتى نكمل التحقيق ديالنا
قتلوه. عندك شي معلومات غتفيدنا بها؟ معلومات هو كان دار معايا باش غادي يعطيني شي حوايج دار معايا في القهوه تعطل وانتم عيطتوا لي قلتوا لي بلي الواقعه وقعت. حوايج؟ ها؟ اش من حوايج؟ لا غير شي حوايج ديال الشركه. الشركه؟ انا ما بقيت فاهم والو. من نهار دخلت الى العائله هذه شت المسكترات. سيدي ميسيون اكومبلي سيد طاح ما عندي ما نسالك ايه وحاجه اخرى الوفد الاجنبي اللي كنت قلت لك عليه غادي يجي باش يدير واحد الدور هنا في المصنع ما كرهتش تشغلي ليا حميده خويه ليا من المدينه خويه ليا من البلاد الا قدرتي جي تو تارونجي قنعت حميده باش يمشي يدوز شي ايامات في لندن واتصلت مدام سيمون وهي غتكلف بيه ما عندي ما نسالك بديتي كتعلمي سالي شيري سالي دي موا اشنو عملتي ليا في القضيه ديال حميده صافي سيدي يكون هاني حميده راه عاجبو الحال في لندن ومدام سيمون قال لي يحتاج حتى شي حاجه سي بون وقول لي انت شنو درتي في الصفقه طرقت المسامر مع الشينوا ما بقى خصنا غير ديك التوكيل ديال حميده على الصفقه مع الشينوا ماشي مع صبليون انا ما في خبركش الموضه الجديده اللي كاينه في كازا الايام نو الله يجيبك على خير ماشي الشينوا شراو ضرب عمر كله وشراو القريعه ودابا كيحوموا على درب غلب الو حمودي الو سميره كي دايره صافا الحمد لله لاباس عليك الله يبارك فيك كي داير الحمد لله بخير عامد راه عاجبك الحال في لندن وبزاف غنحماق اوا سيدي مزيان ومدام سيمون مهليا فيا مدام سيمون ما مخلياك محتاجه شي حاجه والو والله الا مهليا فيا وقول لي ما توحشتينيش واه شويه في الحقيقه انا بدات توحشتك والله الا حتى انا وداكشي علاش غنجي بعد غدا ابري دمان اه ايوا سيدي الله يجيبك على خير يالا سلامة علي بخون سوين دو تو يالا باي باي والله الا راك عفريتها مع راسك غادي شنو دابا خاصك تسبي راسك بعد غدا غيكون صافي قلت لك راني موجود راني موجود المهم انت تاكل بالك بغيتك تسولي عليا كيفاش كانت لا ريونيون وكيفاش جاهم المصنع نبا ولا نخاف كي كاينه معايا كمولهم كاينه معايا طوطو يا بلوي نومي موري يوم يقولون زعما تنزي اش قال؟ ياك مصنع عجبهم والتامة عجبهم كيفاش بغيتك كمول خاصك ها الخلاص خلاص مهم قولي لي انا بغيت نتخلص بالدوفيس وكاش لا وراه منين زعطين هنا منين جون زعطين هما دولار دولار يس يس دولار دولار كيفاش بغيتي
غيخلص بالدولار. بالدولار؟ مزيان مزيان. اوكي 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 تضلوب تضلوب. بس اللي قبل ديك مجمع أهلا لا أشتين هيدي بدي قلت شنيا ها قلت شنيا شوف مزيان شوفني مزيان شوفني مزيان دابا عقل عليا مزيان شوف وي مزيان ما سمعتكش وي مزيان وي ما تخوتش يلا سير سير باس زي زد تصوري واحد ماريا جيت بهدمني تكرفس عليا واش عرفتي بان هاد لو ريستورون ديالك ديال هذا وعندك فيها 70% تخنارك بالله انت هي داخله في الورد وهادو اللي خدامين هنا خدامين عندي وعلاش ما قلتيهاش ليا من بكري اصاحبك فراسك بان هاد الريستوران ديالي ها انا هو مول الشي ما فخبرتش قالت لي دابا سميره فراسك ديالي انا انت خدام عندي يلا دور دور زير برد غديدي انا قصبي تيش دار لي غير بهدمني احل مرة جيت ما لابش مزيان بهدمني تبهدي لخيبة قولي كي داز الفواياج في لندن داز هائل تهلات فيك مدام سيو اوه تهلات فيا مزيان تحطلو ها الماكلة جات على خويا انا شكرا 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 بون ابيت ميرسي بصحة سميرة بصراحة انا كنت باغي نهضر معك واحد الموضوع مهم لان هذيك الايام اللي فاش كنا قبل ما نسافر دوزنا ايام زوينة بزاف خصوصا ملي كنا كنتسارى والمدينة والبحر داكشي عجبني وملي مشيت للندن يعني بقيت كنفكر فيك بزاف حسيت براسي انني ناقصني شي حاجة وكي ما عرفتش شنو هي فكرت واحد فهمت وقلت يعني لا بغيتي يعني زعما زعما الواحد يعني الواحد كبر وجبتي بنت عمي وقلت زعما الواحد انما هو يكمل دينه زعما لا لا كمل الدين ديالو يعني الى اذا جات على خاطرك اننا انا نخطبك يعني نتزوجو لي انا الحمد لله ملي نطقتي قال لي غير شويه وغنجي نخطبك يعني قابله خلعك بالله قابلة تزوجي بيا صافي حنا غادي نتزوجو وغادي نمشيو خمس شهور شهر العسل غنمشيو للجزيرة مدى فشخر مدى خنفر مدى فشكر مدى خمس شهور نصار كيدوزو غير شخر وهذيك سميتها في جزيرة مدى غشقر لا 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 انا بغي نمشيو خمس شهور لهاد مدى غشقر غنمشيو خمس شهور والفلوس كاينين وخصنا نعيشو سعادة كاملة لانني غنبقيتش نتفارق معاك والخدمة الخدمة نخليو عالي يخدم ولكن خاصك تكتب له التوكيل صافي انا ياك انتي تيقافي
بيان سور ثقه فيك. صافي من تعمي ملي قلتي لي انت انا عطيت التوكيل غدا غنسيني لي توكيل عام غنجيبو لك غدا للدار واعطيه ليه وعيطي له عطيه ليه وصافي هو يتكلف بالخدمه يتكلف بكل شيء وانايا نمشيو انا وياك نتزوجوا ان شاء الله الاسبوع الجاي ونمشيو لمدى فاش خاطر انا دخلنا مدى فاش خاطر فاش خاطر انا نقول للناس كلهم عباد الله عباد الله واسمعوا هاني واحد الخبر من داك الشرفع سميرة بنت عمي غادا تزوج بيا غادا تزوج بيا وانتوما كلكم معروضين للعرس كلشي معروض وغادي وغادي وهنا كلوا 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 مع راسكم كلوا راه ريستورون ديالي كلوا تتشبعوا ما تخلصوا والو انا غنخلص كلشي المرنيسي خويا المرنيسي غني لي انا مزوج فيك وغادي تغني لي في العرس ديالي ودير لنا الدوره ديال العروسه سميرة 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 والله لا عفريتها بالله لا لا عرفتي ما عندي ما نتسالك سميرة إنما اللي بغيت نعرف أنايا هو كيفاش عملتي حتى قدرتي تقنعيه باش من هنا الغدا يسني لك هاد الوكاله ماشي سميرة هادي ولا كل خاتم الصبعي واخا نقول له سني العمر كيسني أبون؟ سي بغيت نعاود لك واحد النكته على ماشي ولا كيغير عليا منك سولني على العلاقه اللي بيني وبينك ايه وشنو قلتي ليه خويا خوك فرضا والحمار الاخر وتيقك لا بدا المهم خلينا مع هاد الهضره هادي دابا ياك الطلب اللي طلبتي مني درتو واللعب عليا نتكمل دابا قول لي فوقاش غادي نتزوجو فوقاش غنسافر هو السفر غادي نسافر انما الزواج من الحبيبه نسالو هاد المشكل ديال الوكاله ديك الساعه ندير داكشي اللي بغيتي صافي يكون هاني اعتبر الوكاله من اليوم في جيبك راه دار معايا اليوم غادي يجيب لي الوكاله مسينيا ومليغاليزيا سي بيان شوف دابا انا عندي منقل غادي نمشي للخدمه غدا نشوفك انما ما نبغيش نشوفك حتى نشوف الوريقه ديال الوكاله معاك داكوغ يلا باي حموتي منين تا انت هنا حموتك من قبيله وانا هنا سمعت كلشي شنو سمعتي سمعتك ملي كنتي كضحكي عليا انت وخوك في الرضاعه ما تفهمنيش غلط الغلط الغلط هو انني ثقت فيك وحبيتك الغلط هو انني سمحت في ناسي وحبابي وجيت عندكم كان كيحسب لي انني جاي عند اهلي شنو هاد الكلام اللي كتقول وفي الحب اللي بيني وبين الحب حالك انت ما تعرفش شنو هو الحب الحب ماشي غير كلمات تخرج من اللسان لا الحب صدق الحب اخلاص الحب احساس رباني زرع الله في قلب الانسان اما انت كتبيعي وتشري امثالك تعرف شنو هو الحب امثالك ديري الحب عمله كنت غشيم وحبيتك وقتلتيني بغيتو الفلوس بغيتي الفيلا والمعمل خذو انا ما بغيت والو انا جاي من تحت بالحق قانع قانع احنا من دوك الناس اللي كيشموا يديهم ويقولوا الحمد لله انا غنسامح لكم في كل شيء انكم نتوما قلوبكم عامره بالطمع سي لو كان نسنيه ومضيه
ومليغاليزيا ربح بكل شيء. بنتك الله يرحمها رجعت ضيوبه. هذوك الناس ما في قلبهم حنان اوليدي. اجدك عندهم خليك هنا مع ناس كلك يحبوك ويبغيوك. خليك هنا يا وليدي. صافي. وي خويا اشنو درتي لي في الدوفيز يا خويا؟ الله يهديك الوراق كلهم غادي يوصلوك الوكالة وحتى الطلب غير زسر بيني. الله يستر عليك. حاجة أخرى شنو عملتي لي في لا ريزيرفاسيون؟ جنيف صاحبي جنيف. لا أليسان فوزي علي غدا شوف اون بيرسون. داكوغ الله يحفظك. سميرة مازال ما جاتش؟ لا مازال ما جاتش اسي. ما حاولتوش تصلوا بها؟ اتصلنا بها والتليفون ديالها ما كيجاوبش. يا عباد الله فين كنت تمشي هادي؟ الناس كيتسنى. شنو تبغي تدير؟ ضرك عليا وجهك! انا ما متفقش يا سيدي احمد. واش كاين شي واحد كيسمح بحقه؟ ملي شتي الغدا راه بغاو يلعبوا بيك، نخرج باباهم وندخل لدار با. أودي اش غنقول لك الحاجه؟ ما حسيت بالغدر، حسيت بحال شي موس دخل ليا في قلبي. سمحت كل شيء ومشيت بحال هكا. انا نديرو هذيك بالسمح ديالك. ما تسمحش يا سيدي احمد، انا ما متفقش. جات شنو اللي جاتك في الراس؟ واحد القرطاسه لب زينه واعره قالت لك هذا الملف وقالت لك راه عند الحاجه. صباح الخير يا سيدي احمد. حاجه سميره رجعت. شكون سميره؟ سميرة جابت لي الوكالة. سميرة كتبغيني، أنا كنت متأكد بأنني مكنتش تغدرني. سميرة كتبغيني وجابت الوكالة. سميرة من بعد نقول لكم شكون هي سميرة. سميرة بنت عمك حية غادي تجي لعندي وتجيب معاك 50 مليون ديال الدرهم. 50 مليون ديال الدرهم؟ منين غتجيب لك انا 50 مليون ديال الدرهم؟ اسمع يا مولاي، غادي تمشي للبنكة وتقول لهم يعطوك الكوفر 4 2 3 وغتلقى فيه ديزاكسيون بورتور بقيمة 50 مليون ديال الدرهم وغتجيبهم ليا. علي اش من اسهم واش من بنك؟ انا ما كنفهم والو في هاد الشيء. الحمار غا حمار. علي سميرة ما وقع لها والو. ماشي شغلك،
انا غنعاود نعيط عليك حتى ونقول لك فين ومعاش. اسمع وجيني بوحدك عندك تمشي تعيط على البوليس، والا ما عمرك ما غادي تشوف بنت عمك. الو 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 علي الو قطع علي علي ولي خطف سميرة وقال لي غدا قبل تسعود نجيب له 50 مليون ديال الدرهم وشي بنكا واسهم. انا ما فاهم والو في هذا الشيء. مشينا وليدي اجدك ليهم كون عبقى مصطفى بدا يعاونك وليدي. اخا المعلم سخن ما تخافش ما كتخمم ما كتخمم، حنا راه كنا معاك. الا كانوا هما ديال حنا راه سبوعه والسوق كله معاك، هالجزاره معاك، النجاره معاك، الخضاره معاك، حتى حنا المعلم معاك. ودير اش كتصلاح الدراري احنا معاك في شي موقف. متخافش يا عمو حنا معاك، متخافش يا عمو، نديرو هاد الايكيدو غير على هاد المواقف. الله يحفظكم لي يا ولاد الحومه، هاكا يكونوا ولاد الدرب. على اينا هذه هي مشكلتي انا، وانا اللي خصني نحلها بوحدي. تبارك الله عليكم. هذوك التيترات اللي بغيتي نوريهم لك. دابا يمكن لك تطلق بنت عمي باش نمشيو بحالنا. وسمحت لكم في كل شيء وفي المعمل، بغيتوا الفلوس خذوهم الا ما بغيت والو. شنو بغيتوا دابا ياك ياك الفلوس خديتوهم شنو باغينا؟ واش كتصحاب دخول الحمام بحال خروج؟ انا ما كنبغيش نخلي الدنيا
مع البوليس. خويا حميدة لأول مرة في حياتي كنحس براسي أوتيل. كيفاش أوتيل؟ زعما كنحس براسي بلي درت شي حاجة مزيانة وتعاونت مع البوليس. أوتيل شنو أوتيل؟ أوتيل شنو هاد أوتيل؟ تعرفش هضر فرنساوية أوتيل واش أوتيل؟ ما كنقولوش لها أوتيل، واش نقول لها أوتان؟ أوتيل 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 أوتي